اليوم بنتحدث عن الحصول على الحرية عبر الصدق مع نفسك. أنا غاية البروانية. لما كنا صغار كنا نريد نسعد آبائنا. يوم كبرنا ونضجنا شوي وصرنا في سن المراهقة وكبرنا صار إننا نريد نسعد أصدقائنا. وفي الموضوع وإحنا نسعد الآخرين بدينا نحبس أنفسنا لإسعاد الآخرين. لهذا السبب أنا اليوم قررت أني أسجل هذا البرنامج من غير أي مكياج، من غير أي شيء، بس جيت على الكمبيوتر وبديت أتكلم. إذا كنت سعيد بأن وناجح، عندك شعور السعادة والنجاح وإنت تسعد الآخرين، خلاص هذا التسجيل ما. ولكن إن كان إسعاد وتلبية حاجات الآخرين حسستك بأنك محبوس ومسجون ومربوط ومكبوت وتحس أنك عايش حياة كاذبة، خلينا نستمر في هذا. إيش هو أسوأ شيء ممكن يصير إذا كنت صادق مع نفسك، صادق مع أحلامك، صادق مع الأشياء اللي تريدها، مع قيمك؟ الناس ما بتقبلوك، ما بتشعر بالاحترام، ما بتشعر بدعم الآخرين. قد يكون صحيح في بعض الأحوال، ولكن الثمن غالي. اتباع هوى الآخرين ثمنه غالي. عند القادة اتخاذ القرارات تكون صعبة. ليش؟ وتكون وما بس إنها تكون صعبة، وحتى لما يتخذوا القرارات ما تكون عادة ما تكون صائبة. ليش؟ لأنهم محبوسين بأنهم يحاولوا أنهم يرضوا الآخرين، فالإبداع يكون أقل وقت اتخاذ القرار، والثقة تكون أقل، العلاقات تكون ضعيفة ركيكة لأنها مبنية على المخاوف والأرق. إيش الناس بيفكروا فيني، بدل ما تكون مبنية على ثقة. وطبعاً الثقة النفسية تكون مهدومة، لأنه دائماً نحاول أننا نقيس أنفسنا بمقياس متغير متذبذب، لأنه ليس مبني على حقيقتنا. فكيف ممكن نكون صادقين مع أنفسنا؟ أولاً بفهم القيم الأساسية. ما معنى القيم الأساسية؟ هي القيم التي لا تتغير مهما كانت الظروف اللي حولنا، والتعرف على ما نريد تحقيقه في المجالات المختلفة في حياتنا، سواء كانت حياتنا المهنية، علاقاتنا الشخصية، إيراداتنا، الأشياء اللي إحنا نريدها بصفة شخصية، اللي نريده في المجتمع، في علاقاتنا الروحية. لما ننظر إلى كل اللي نريد نحققه في كل هذه المجالات، والشخص اللي إحنا نريد
أن نصبح أو نكون كي نحقق هذه الأهداف اللي نريدها في هذه المجالات كلها، والأشياء اللي لازم اللي نريد نسويها علشان نحقق هذه الأهداف. كمان نسأل أنفسنا، هل إحنا جاهزين لتغيير أنفسنا أو اتخاذ التغييرات كي نحقق هذه الأهداف؟ إذا كان نعم، الله معك، امشي والله معك الله والكون أجمعوا معك. إذا كان لا، عادي راجع رؤيتك في المجالات المختلفة لين لما تكون هذه الرؤية موازية مع نفسك. وإذا كان الرد يمكن بس ما جاهز كلياً الآن، رائع، خلينا نبدأ بالخطوات اللي نقدر. إذا تريدوا تحاوروني في موضوع الحصول على الحرية عبر الصدق مع أنفسكم، ممكن تبعثوا لي رسالة إلكترونية إلى غاية@غايةبرواني.com. وإذا تريدوا تتعرفوا على كيفية عملي مع الأفراد والفرق العمل، يمكنكم زيارة موقعي الخاص وهو www.غايةبرواني.com. إلى حلقة أخرى بإذن الله، مع السلامة.